يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حلقات دردشات منوعه مع وفاء اليونس. حلقتنا لليوم فيها فقرات متنوعه وعديده. الفقره الاولى هي فقره خبر الاسبوع او ترند الاسبوع، اما الفقره الثانيه فهي الفقره الاجتماعيه. واليوم رح نناقش مشاكل الجاليه العربيه مع ضيف خاص هو مختص بالمارج كونسلينج. أما بالنسبة للفقرة الثالثة فهي رح تكون عن الأمثال الشعبية. أنتوا بهي الفقرة كمان رح تتصلوا فينا ورح تشاركونا وتخبرونا عن الأمثال الشعبية ببلدكم. أما الفقرة الأخيرة فهي رح تكون فقرة صفات الأبراج. بكل حلقة بنحكي عن برج، برجنا اليوم هو برج الجدي. رح نشوف شو صفات شخصية برج الجدي للرجل وللأنثى. جاهزين حتى نبتدي مشوار اليوم؟ تعالوا نبتدي. خبر الأسبوع، للأسف يعني صار لي كذا حلقة بجيب لكم أخبار سيئة سواء قتل أو اغتصاب. بحاول دايما أجيب لكم أخبار حلوة بس ما عم بحظى بأخبار الحلوة للأسف. بس اليوم جايبت لكم خبر هو بيقولوا له المضحك المبكي. هذا الخبر صار بإسبانيا. في سيدة مسنة عمرها 81 سنة. هاي السيدة تواصل مع شاب صار يقول بأنه هو استغفر الله يعني هو رب العالمين، وأنه هو بينصحها أنه تحط مصرياتها ببنك السماء وبأنه تدخر كل مصرياتها هني. ليش؟ لأنه مصرياتها رح يتضاعفوا أكثر ولأنه رح تقدر تشتري بيت بالجنة. والمسكينة صدقته وصارت تدخر أموالها معه. كيف؟ قال لها بتروحي على متجر معين بمدينة ليون، بتروحي على هذا المتجر وبتفوتي لجوا في درج صغير، بتصيري بتحطي فيه مصاري. هاي هي السيدة إسبرانزا. راحت هاي السيدة وصارت فعلا تحط مصرياتها بقلب هذا الدرج، وظلت على هالحالة سنوات طويلة. بعدين فلست، خلصوا كل مصرياتها. قام نصحها قال لها بتروحي بتتديني من بنوك الأرض، بتروحي بتديني بتاخدي لون وبتصيري بتحطي لي كمان المصاري بالدرج. وهددها قال لها ما بصير تقولي لحدا، لأنه إذا خبرتي أي حدا من أهلك فرب العالمين حينتقم منك ورح ينصابوا أولادك كلهم بأمراض ويموتوا فيها. وبعدين هذا عمل خير لازم يضل سر بينك وبين رب العالمين. للأسف صدقته وظلت سنين لحديد، يعني ما صرفت على حسب ما قالوا 300,000 يورو. بعدين لاحظوا عليها أولادها إنه أمهم فلست، شو القصة ما عاد معها مصاري بالبنك، فشكوا بالموضوع. فراحوا حطوا لها مسجلة وصاروا يتسمعوا عليها. قاموا اكتشفوا إنه في شخص هيك عم يتصل فيها وهيك عم يعمل معها، فراحوا بلغوا الشرطة. وهون كانت المفاجأة، طلع هذا الشخص هو صديق العيلة واسمه فيكتور. هاي صورة المحتال فيكتور وهي صورة السيدة إسبرانزا. طبعا الشرطة ألقت القبض عليه وهلأ هو عم يواجه تهمة نصب واحتيال، ممكن تروح العقوبة فيها لمدة 8 سنوات بالسجن إضافة لغرامة مالية، إضافة إنه لازم يرجع كل المصاري اللي أخذها من هاي الست. ولما سألوا السيدة إن كيف يعني أنت اقتنعتي وكيف هيك عملتي، قالت لهم يعني ممكن حدا يرفض أمر لرب العالمين لازم نحن نطيعه. للأسف بأنه هاي السيدة مصدقة هذا الموضوع وبأنه هو رب العالمين. هاي هي كان خبر هذا الأسبوع. للأسف يعني مثل ما قلت لكم بيقولوا المضحك المبكي، كيف في ناس ممكن تستغل الناس الكبار بالسن وكيف ممكن يضحكوا عليهم ويستغلوهم. هاي كانت فقرتنا لخبر أسبوع. خلينا ننتقل للفقرة الثانية.
فقرتنا الاجتماعية لليوم هي عن المشاكل الزوجية بالغربة. كتير إجاني أسئلة وكتير في ناس بيبعتوا لي مشاكل، وأنه كترت بهالأيام للأسف المشاكل الزوجية والطلاقات، وكمان المشاكل مع الأولاد. في كتير ناس حابين يعرفوا حلول ويعرفوا أشياء، ويكون في ناس مختصين بهذا الأمر بأنه يجاوبون. مشان هيك حبينا اليوم نستضيف البروفيسور محمد عزيز عابدين من كاليفورنيا. يسعد مساك أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام جميعا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. ممكن لو سمحت تعرف متابعينا عن حضرتك؟ اسمي عزيز عابدين، أشغل حاليا منصب إمام في أحد مساجد كاليفورنيا، ويعني ماريج كونسلينج، كمان كما أنني عملت لمدة كبيرة في تدريس في سجون أمريكا اللي هي ما يسمى بالستيت بريزن والإميجريشن لتقريبا 20 سنة، ومدرس في جامعة سان دييغو ستيت يونيفرسيتي وفي الكوميونتي كوليج اللي اسمها إمبيريال فالي كوليج. والحمد لله رب العالمين وفقنا لخدمة الجالية العربية بشكل عام، ويعني أتمنى أنه دائما نكون نجيد في خدمة الجالية وما يحتاج من أسئلة أو حتى معونة، سواء كانت معنوية أو مادية أو أشبه ذلك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. طيب سيد عزيز، بما أنه حضرتك بتشتغل مع أبناء الجالية العربية هون وبتعرف مشاكلهم وبيلجأوا إليك لحتى أنك أنت تساعدهم، شو هي أكثر المشاكل اللي أنت ملاحظها انتشارا بين أبناء الجالية العربية؟ يعني مشاكل عموما لا يخلو بيت يعني من مشكله، واحيانا يعني البيوت تكون صامته، المشاكل فيها داخليه ثم بعد فتره تخرج الى الخارج. فنحن كجاليه عربيه اكيد لازم نفرق بين من ولد في امريكا مثلا من الابناء او من هاجر اليها. فاحيانا الذي يهاجر، يعني نحن جايين من هنيك، احنا بنحمل معنا ثقافه البلد اللي جينا منه وما محسن نتأقلم مع الوضع الجديد هنا، فتبدأ مشاكل سواء كان من الزوج أو من الزوجة. هلأ الأبناء يلي ولدوا في أمريكا طبعاً يعني يتربوا على فكرة مختلفة عن ما تربينا عليه نحن في بلادنا اللي جينا منها، فلذلك تبدأ تنتشر بعض المشاكل. فذلك أنا أنصح دائما الآباء والأمهات عموما، وهذه مهمة جدا جدا جدا، إنه لما بيجوا عند بلي ابني ما عم يسمع الكلام، ابني في عندي مشاكل في المدرسة، بنتي كذا بنتي كذا، فأقولهم أولا أدرسوا المجتمع الأمريكي. أستاذة وفاء، لك هذه الحقيقة، نحن عندنا نرسل أبنائنا إلى المدارس العمومية، يعني public school، 5 أيام بالأسبوع، كل يوم 7 ساعات، لا ندري ماذا يحدث هناك. فهل تعتقدين أنه سيبقى الطفل أو الولد أو البنت يعني محافظ على الكلتشر، على المنهاج اللي كان فيه بالبيت؟ فإذا نحن شو واجب الأب والأم؟ أن يتعلموا قانون هذه البلد الاجتماعي وينخرطوا بهذا المجتمع، حتى نستطيع من خلال تعلمنا لهذا المجتمع أنه نستطيع أن نربي أبنائنا حسب الأفكار التي نريد. طيب أنا لما كنت عم جهز معك للحلقة قلت لي انك انت ملاحظ في كثير يعني مشاكل بتجي بشان الزواج، شو هي اكثر الاشياء او النقاط اللي انت بتوصلك بالنسبه للزواج؟ شو هي اكثر شيء لاحظته؟ هلا الزواج نحكي يعني كمان بشويه تفاصيل. اولا عندنا نفرق الزواج بمن جاء من البلاد وحابب يتزوج بنت في هالبلد هون، أو هي جاءت من البلاد والزوج والدان بأمريكا. فعندنا نحن يعني two cultures، يعني مختلف البيئة اللي جاء منها البلد أو البيئة الأمريكية اللي ولد فيها مثلا الشاب أو الفتاة هون. غالبا غالبا ليس بشطر دائما، غالبا عم يكون في عندنا مشكلة
مشكلة اللي هي كيف تتأقلم البنت مع هذا الزوج، وكيف يتأقلم هالزوج مع هذه البنت إذا كان أحدهم ولادة البلد والثاني ولادة أمريكا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أحياناً تجدي كثير من الشباب يعني يعزفون عن موضوع الزواج، إما مثلاً لغلاء المهور أو للطلبات الكثيرة. وحنا كمان عم نواجه مشكلة أنه بعض الخاطبين بيخطب يعني ما عنده أوراق للإقامة، فأهل البنت أو أهل الشاب يعني بيتحفظوا كثيراً إذا كان هذا الزواج بقصد الإقامة. فهذه مشكلة ثانية. المشكلة الثالثة، لا عفواً خليني بس أفهم هون، أنت قلت لي بالنسبة للمهور شو اللي أنت عم تلاحظه؟ هل الأهل عم يطلبوا مهر غالي يعني؟ في كثير من الحالات أنه يعني بيقول الأب أنا بدي أمن مستقبل ابنتي فيغالي في المهر. فنقول يعني أي مستقبل تؤمنه؟ يعني إذا عاشا معا وبدأ حياتهم معا، القانون هون يعطي الزوجة نصف ما يملك الرجل، وفي حال الطلاق يعني لا سمح الله يتقاسمون ما جناياه معا، اثنين اللي بجمعوهم يتقاسموهم. فإذا مستقبل البنت مأمن، فأي مستقبل يتحدثون عنه؟ فلذلك أنا أطلب يعني أنه أحاول أنه يخفضوا من المهر ما استطاعوا حتى يعني تكون أسهل أمور الزواج. هذا أمر. لكن منهم من يصرون على غلاء المهر، وبتتفاجأ في طلبات مهر 50,000، وبعضهم مرة طلب 70,000، وأحد أشخاص طلب يعني طلبوا يعني مقبوض أنه يقبضوا مثلا 70,000 دولار. يعني في أحدهم يعني أكثر من حادثة مرت أنه نعم المقبوض يكون بين 40 والـ50، وكان يعني هو وسطيا حقيقة يعني العائلات الملتزمة بتطلب بين 5 والـ10 المقبوض. وحاصل كثير من الأشخاص مثلا بيقول لك نقد بنتي ليرة ذهب واحدة، لكن ممكن آخر يعني نزيد فيه، لكن هذا لا يعني أنه آخرون يطلبوا الـ25 والـ50 والـ60 وهكذا يكون مقبوض. فهذه أحيانا يعني أضيف إلى ذلك المسؤوليات، أنه مسؤولية الشاب في فرش البيت وفي يعني تأمين السكن وهكذا. فبعضهم حقيقة عزف عن هذا الأمر، حتى يعني كان أحد الطلاب في طالب في كلية الطب أو في يعني قريب من التخرج، تقدم لأحد العائلات فكانت طلبات من يعني شوي مرهقة، فتوقف عن يعني عن المشروع، وإذ به يعني يجتمع بصديقة له في المشفى، فتم الزواج بينهما، وهي أهدته في عيد ميلاده أو في عقد الزواج سيارة هدية. فأنا أطلب من الآباء والأمهات جميعا إذا كان الشاب المناسب أن يعني يهادوا ويعني يعني يتفاعلوا ويساعدوا، خاصة إذا كان في بداية تأسيس حياته. يعني معناتها أنت من كلامك معناتها عم يفضل إنه يروح مثلا يتجوز الأجنبية لأنه ما في هالمهر وما في هالغلا، فبيلاقي إنه هيك أسهل. خليني بس رحب بمتابعينا، يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بكل من انضم. سيد حسين بيقول لك سبب المشاكل الزوجية هي وجود قبطانين في السفينة والتي تغرق لمجرد وجود قبطانين. كمان في عندي أيمن بيقول ليش ما يصير المهر مثل ما متعارف بالبلاد، وإذا هو كريم فهو كرم من عنده. كمان سيد حسين بيقول نعم ارتفاع المهور يدفع بالثقافة العربية في الزواج إلى الاندفاع إلى التمثل بالثقافة الغربية، وهو العيش بدون زواج مع الشريك، وهذه الكارثة خوف الرجل من خسارة نصف ما يملك بالإضافة للمهر. يعني على ما يبدو من التعليقات فعلا الشباب صار عندهم خوف سواء من المهر أو سواء أنه لما بصير طلاق أنه رح يتقاسموا الأملاك بيناتهم. طيب أنت قلت لي كمان في عندهم شروط تعجيزية، مثل شو الشروط التعجيزية؟ فكرة أنا بس لأصلح معلومة، إذا كان تقاسموا بعد الطلاق نصف الأملاك المهر المؤخر لا يدفع، لأنه يحسب إذا كان حصل على حتى شرعا هذا الأمر
إذا كان حصل، دعنا نفرض جدلاً أن المؤخر 10,000 دولار، لكن في حال الطلاق كانت نسبة الزوجة مما اقتسمت مع الزوج 50,000، ف50,000 إذن هذا فاض وزاد عن المهر 10,000، وبهذه الحالة لا تحصل على المهر المؤخر لأنه صارت أوريدي حصل على مبلغ. أيوة. أما إذا كان المهر فقط يعني ما حصلت عليه 2,000 3,000 فبيحق لها أنه تطالب بالمهر وهكذا. طيب بس على فكرة أحيانا بيكون العكس، بجوز هي اللي بتعمل مصاري أكثر، بجوز هي اللي تصير تدفع له، صح؟ أنا لا أكتمه كحديثة، هذا كلام صحيح بالمئة مئة. عندنا طبيبة تزوجت من رجل تمام، وبعد 5 سنوات هي دكتورة حصل الطلاق، فأنا نحن دخلنا واسطة حتى نعطيه مبلغ نرضيه لأنه هو طالبها من نفقة، يطالب امرأة بالنفقة، فيعني هي طبيبة ودخلها عالي جدا فقال لها بتدفع النفقة. فبعد ما عملنا يعني كانسلينج وفي المسجد وكذا، قبل أنه يأخذ منها دفعة واحدة 50,000 مثلا ويتنازل عن القضية. فكلامك صحيح من أحد الأطراف. طيب قلت لي كمان في وعود ما قبل الزواج، شو هي المشاكل اللي بتجيكم بيكون فيها وعود؟ يعني سيدتي الفاضلة هذا كلام صحيح 100%، لما يعجب شاب بفتاة تمام ويتقدم إليها فيكثر من الوعود، لحقدم لك مثلا، حقدم لك خلينا إذا بنحط أمور مادية لحقدم كذا غير المتفق عليه، يعني مثلا أنا بسمح لك تتابع دراستك، أنا سأشتري سيارة، أنا سأحط عليك حساب في البنك، أنا سأقدم لك مثلا قطعة ذهب، فيقدم وعود. هذه الوعود غير مكتوبة، المكتوب فقط مثلا المهر المقدم والمؤخر ويعني بعض الأشياء. ثم لما يتم الزواج وتصبح الفتاة عنده، أين السيارة؟ والله وضعي المادي ناو، لا، أين الوعود؟ أين كذا؟ فهذه الوعود هي أمانة في عنقه يحاسبه الله عليها إن وعدها قبل عقد الزواج. يعني المسلمون أو عند شروطهم ووعودهم، إلا إذا كان صار معه ضائقة مادية مثلا فلس أو صار في نكبة يعني يعذر، يعني وإلا يجب أن يفي الخاطب أو الزوج بكل ما وعد به زوجته قبل الزواج. يعني هذا صار دين برقبته ومثله مثلا إلا إذا كان طلب منها السماح. يعني عندنا مثلا في الأتلي وعدني بشراء عربية جديدة، صرنا متزوجين 1.5 سنة وما اشترى عربية جديدة حتى الآن. فلما قلت له قال يعني لا ما في حاجة، فكيف ما في حاجة؟ هذا وعد قطعته يعني على في ذمتك، وهو في ذمتك إلا إذا كانت سامحتك. يعني وهذه الوعود قبل الزواج، كل وعد قبل العقد نافذ إلا إذا كان وعد حرام أو وعد في الإنسان. عم تشوف كتير حالات إنه بيوعدوا قبل الزواج لكن بعد الزواج ما بينفسوا، وكمان شفت من الحالات اللي قلت غلاء المهور بهذا الشيء، وكمان يعني حط شروط تعجيزية. طيب بس أنا حابة أطلب من متابعينا لو سمحتوا بإنكم تساعدونا وتعملوا شير للحلقة لحتى الكل يستفيد من هاي المعلومات. طيب أستاذ عزيز، أنا طرحت استفتاء وحبيت أسأل متابعينا بعض الأسئلة، وأنا رح أشاركك بهذا الاستفتاء لحتى نناقشه سوا. تمام. سألتون السؤال الأول، برأيك أيهما أكثر انتشاراً بين الجالية العربية في أمريكا، المشاكل الزوجية أم المشاكل مع الأبناء؟ كانت الإجابة الزوجية 53% مع الأبناء 47%، يعني تقريباً بنقدر نقول النص بالنص. يعني قالوا احكي لنا شو أكثر المشاكل اللي بتصلك مع الأبناء؟ هل أنا تقريباً أتفق مع هذه الإحصائية المذكورة، لأنه مشاكل الأبناء وتربيتهم يعني المفروض أنه طبيعية هذه المشاكل، وغالباً لا تؤدي إلى الطلاق بين يعني الزوج والزوجة. أحياناً تؤدي إلى الطلاق مشاكل الأبناء إذا تفاقمت بين الطرفين في علاج قضية معينة. يعني مثلاً يأتي الأب يشكي لي من ابنته، مثلاً قال لي البنت الآن
في مثلا عائلة ملتزمة بدأت ترفع الحجاب، ترفض الحجاب، فقال لي أنا لا أريد وأمها تريد. طب كونفليكت بين الزوج وزوجته تؤدي أحيانا إلى مشكلة كبيرة، وإذا تفاقمت هذه، يعني مش فقط مثلا موضوع الحجاب، مثلا موضوع الصداقة، موضوع النشاطات المدرسية، فمشاكل الأبناء لما لا يستطيع الأب والأم أن يفهموها ويتعاونوا معا لوجود حل، فهذه ممكن تؤدي إلى طلاق بعد تراكمات. يعني يعني قصدك بيكون المشكلة مع الأولاد، لكن هذا بيأثر أنه بصير طلاق بين الأب والأم بسبب هالمشاكل مع الأولاد. تمام. يعني بيكونوا الاثنين يعني الطرفين مختلفين، هي بدها هيك هو بده هيك، يعني فهون بيوصل فيهم للطلاق بسبب مشاكل الأولاد. طيب شو أكثر مشكلة أنت لاحظتها عند أولادنا بالجالية العربية؟ هلا يعني المشاكل انه الاندماج بالمجتمع الامريكي، واحيانا عدم الرجوع لمجتمع الاب والام اذا كان الاب والام مش ولاده امريكا. هلا اذا الاب والام ولاده امريكا والعائله لابنائهم ولاده امريكا، المشاكل عندهم مختلفه تماما اذا كان الاب والام جايين من البلاد. احكي لنا مثل شو مختلف؟ طبعا الترتيب المدرسي، يعني البنت مثلا، في عندك عائلات ما بيسمح لبنته تصافح شاب في المدرسة، أو إنه ما بيسمح له يصافح بنت في المدرسة، هذا أنا عم يكون لبكي أو يعني حرج. حتى يعني أنا كنت في زيارة لبعض المدارس، بتقول لي الآنسة المدرسة في مدرسة ثانوية، بتقول لي يعني هذا الطب الشاب الشاطر المسلم، مديت إيدي أكافئه وأسلم عليه يعني كذا، فرفض في البداية، فنحن تفاجأنا. وكذلك في بالطرف الآخر، فالاندماج في المجتمع، يعني علينا فعلا أن نفكر كيف نستطيع أن نندمج مع المجتمع مع الحفاظ على الثوابت والمبادئ. كذلك في عندنا مثلا قضية أخرى، أنه الأهل لما يعني بيحطوا ثقل كبير على الطفل، على البنت أو الشاب، أنه يكون الملاك، الملاك الذي يعني نتمنى أنه يكون دائما ناجح، هذا impossible، مستحيل. يعني يلي بيطلب أنه ابن يكون بلا أخطاء مستحيل، أو طفل بلا أخطاء، هذا أمر مستحيل. فأنا بدي أشوف الخطأ، يعني كيف الخطأ وكيف طريقة العلاج من خلال هذا المجتمع مع الحفاظ على المبادئ عندي. طيب أي أكثر مشاكلهم يلي بيكونوا الأب والأم والدانين بأمريكا وجابوا هون ولادهم، ولا الناس اللي بتكون جاية من البلاد وولدت يعني جابوا هون ولاد؟ أكيد اللي أكيد جايين من البلاد، جايين من البلاد بشان اختلاف الثقافات. طيب وأنا عم جهز معك الحلقة، أنت يعني لفت لي انتباهي بأنه في موضوع كتير مهم هو المخدرات عند أولادنا. نعم. هل تعاطي المخدرات عند أولادنا نسبة كبيرة؟ طيب أنا طرحت هذا السؤال على متابعينا، خلينا نشوف شو جاوبونا. السؤال الثاني، هل حالات تعاطي المخدرات بين أولادنا في أمريكا تعتبر قليلة أم كثيرة؟ جاوبونا قليلة 51%، كثيرة 49%، تقريبا النص بالنص. أنت من خلال تعاملك مع أبناء الجالية العربية، تعاطي المخدرات وبصراحة بين أولادنا عالية نسبة ولا قليلة؟ والله لا أكتمك حديثا، مع الأسف نعم عندنا نسبة، لا هي قليلة لكن قوية جدا لما يعني تدخل إلى مجتمع أو لكوميونيتي معينة. أنا مثلا أتعامل مع 3-4 يعني كوميونيتيز مختلفة، يعني مؤخرا بس من 6 شهور مضت، 7 شهور، فقدنا طفل عنده 14 سنة أخذ يعني ما بسميه أوفردوز مخدرات. يعني حتى الآن من 2 إلى الآن في الكوميونتي عندنا الأب والأم تخيلي ملتزمين، لكن خسرنا 7 حالات وفاة، 5 منهم ذكور و2 بنات. في بنات 2 بنات يعني. وأنا بشكر بعض الأهالي لأنه لما اجتمعنا معهم، يعني هو المشكلة أنه لما يصاب الطفل أو الابن
بهكذا أمر بلش يعني يتعاطى المخدرات، الأب والأم بيحاولوا يكتموا على هذا الأمر، بالعكس لازم يروحوا يطلبوا النجدة، يطلبوا المعونة، يطلبوا المساعدة، وما يخفوا هذا الأمر أبدا، لأنه هذه مصيبة كبيرة كارثة. أما يعني بعض هدول يلي توفوا نعم السبب كان الأم والأب ما إنه خبروه، ما طلبوا له مساعدة، كانوا متكتمين. لا لا، ليس في الضرورة هذه، أنا عم أقول نصيحة لمن يعني ابتلي أبناؤهم بهذا الأمر، أنه ما يكتموا الأمر. يعني أحد العائلات طبعا لما توفى ابنه عمره 21 سنة نشرها في السوشيال ميديا، عملنا اجتماع في أحد المساجد، أكثر من 1000 إنسان حضر، حكى بالضبط كيف حدث، كيف ابنه بدأ بالدخان، بعدين بالميروانا، بعدين بالهيروين، بعدين فقال أنا يعني أتحدث عن ابني بصراحة حتى أحمي بقية أبناء الجالية. ومع الأسف بعض الأهالي لما شوفوا أولادهم بدأوا بشيء من هذا القبيل لا يعني ما بيطلبوا المساعدة، وهذه مشكلة كبيرة جدا، بدك تطلب المساعدة من المختصين، ولا تطلب المساعدة فقط من أصحاب الدين. يعني أنا مثلا إمام في مسجد، يأتيني ناس يطلبوا المساعدة مني، بداية قلت لهم اذهبوا إلى أصحاب الاختصاص، سايكايترست، طبيب النفسي، الطبيب الاجتماعي، بعدين في منظمات خاصة أيوة بمتابعة المصابين. طيب، خليني أنا أسألك سؤال، وهي السيد رائد هون كمان عم يسألك بنظرك ما هو أسباب دخول الكثير من أبناء الجالية العربية عالم تعاطي المخدرات؟ يا سيدتي، المخدرات في هذه البلد موضوع، انا ما اكتم عليك، ان احنا حتى انا كان عندي درس حلقه للشباب في احد المساجد، تفاجات انه بعض الشباب يعني عم يتعاطى ويعطي من ياتي لحلقه الدرس، يعني تفاجات. فانا يعني هرعت مباشره الى يعني طبيبه اجتماعيه اتعلم منهم كيف لي ان اكتشف يعني من يتعاطى المخدرات، فاخذت كورس كامل، حلقه كامله، فاستطعت انه اعرف من نظره عيونه، من تصرفاته، من حركاته، وأذهب إلى يعني الأهل بهدوء وبتروي، أنقل لهم هذا الخبر، وتعالوا نعمل معا على كيف ننتج، كيف نخرج أبنائنا من هذا الأمر. يعني بس شو هي بنظرك الأسباب اللي عم تخلي أولادنا يتعاطوا؟ وأنت من خلال تعاملك معهم، لحتى طبعا الناس اللي عم يسمعونا يعني يستفادوا من هذا الحديث مع أولادهم. أول سبب سيدتي الفاضلة هو الصديق، إما في المدرسة وإما القريب وإما حتى في المسجد أو الكنيسة. يعني أولا الصديق بيقول له لك تعال تجرب مرة واحدة. أنا هو بهذا الباب أنصح الأهالي ما يناموا على موضوع المخدرات، يتحدث مع ابنه بنعومة أظفاره من عمر 12 سنة، 10 سنوات، تحدث مع ابنك ومع بنتك عن ما يتعلق في المخدرات، ورجوهم أشرطة فيديو، يحضروا دورات، يتعاملوا معها بشكل very open minded، يعني بشكل انه نحن نعرف كل شيء عليها، ويتعاملوا مع الابناء كانهم ادلت، يعني كبار في السن، عمره 30 سنه، ما يتعامل معه لانه طفل ما يفقه، ويعطيه معلومات ما استطاع عن موضوع المخدرات، ويجيبوا امثله، ويستعين بصديق يتكلم عنها. اذا كان الابن لا يجيد اللغه العربيه بشكل جيد خليه يكلمه بالانجليزي، نحن ابنائنا في البيت نطلب منهم يتكلموا اللغة العربية، لكن غالب حديثهم مع بعض الأبناء وبرا وبالمدرسة وبالتلفزيون إنجليش إنجليش إنجليش. طيب نحن كمان نجد حلول لمن يتكلم معه في هذه فأولا الصديق. اثنين، أحيانا يصاب الولد بحالة اكتئاب بين البيت وبين المدرسة، بين المجتمع وبين الأم والأب، كثرة خلاف الأم والأب في البيت، مع الأسف آنسة وفاء، انه كثرة قتال او خلاف الاب والام في كل بيت. يعني بتقول لي احدى الزوجات يا شيخ زوجي اذا كان الشاي ما في سكر بيحلف يمين طلاق مثلا، حتى في امريكا اذا كان الباب يعني كذا. قال لي كمان احيانا الزوجه اذا ما قدم لها الزوج كذا دائما غضوبه، دائما منفعله. فالامر الثاني اول شيء صديق، ثانيا اذا حالات البيت بين الزوج والزوجه دائما متوتره، الابناء يسعون لوجود حلول اخرى. فمن يعطيهم يعني بيهرب من مشاكله بالبيت لبرا للمخدرات. غير هدول السببين شو كمان بتلاحظ انت في اسباب؟ هذا السبب الثالث هو تحصيل المادي، يعني بسموه دي وانت
فاست كاش، يعني بدك فلوس بسرعه بسرعه بسرعه، اتفضل خذ بيع هي. وانا على فكره يعني في بعض المدارس عندنا هون، يعني كوني انا مدرس في الجامعه، انا احب ابناء الجاليه العربيه خاصه في منطقتنا ان ازور مدارسهم واتحدث مع المدير مع مساعد المدير، الى ان دعيت مره يعني ابني انا بالذات عنده تقريبا 13 سنه، فبيقولوا لي وجدوا في حقيبه عنده كان ميروانا قبل ما تكون ميروانا يعني ليجلايزد. فطبعا حكيت مع المدرس والمدرسين، وبعدين انا حكيت مع ابني، ابني صريح جدا معي، قال لي بابا في ذلك اليوم يعني، وكاميرات المدرسه شافت الحدث تماما في كل كاميرات، قال لي في ذلك اليوم صديقه شكت فيه المدرسه اداره المدرسه، فاجوا بدهم يفتشوه، فكان معه ميروانا حطه في شنطايه ابني هو حامل على ظهره، تمام، والحمد لله الكاميرات صورت. فشو بيقول له صديقه؟ بيقول له انت بس طلعها برا المدرسه وخذ 100 دولار، يعني قطعه صغيره 100 دولار. فالامر الثالث انه اللي يبحث عن الفلوس ففيها يعني تحصيل فلوس كثيره جدا، فممكن الصديق الوضع الاسري التحصيل المادي السريع. والان المغنين والسليبرتي المشهورين اللي بتعاطوا المخدرات يعني تعالوا نكون احنا على قدمهم، للاسف هن بياخذوهم قدوه فبدهم يقلدوهم ويصيروا مثلهم. طيب خليني بس يعني اقرا لك بعض التعليقات والاسئله اللي اجتنا. طيب سيد رائد بيقول لك كيف ممكن انه كجاليه انه نثقف جاليتنا باضرار المخدرات؟ كيف ممكن لمؤسساتنا بانه تتدخل بوقف هذا النزيف؟ هل انتم بتعملوا حلقات للشباب وتحكوا فيها يعني بشكل مباشر عن هذا الموضوع، حتى لو ما عندكم حدا بيتعاطى بس بتعملوا شيء دوره تثقيفيه؟ طبعا استاذ رائد، يعني هذا سؤال رائع جدا. نحن ما مهمتنا يعني نحن شو ما شو مهمتنا؟ نحن كنا عينين انفسنا يعني قياديين او مثلا نخدم الجاليه، اذا لم نهيئ دورات مثل هذه. انا شخصيا ناس بعمل دورات للتثقيف والتوعيه، ادعو اليها قائد الشرطه في هذا المكان، رئيس مثلا الامن القومي، حدا من الامن القومي، طبيب طبيب سايكايتريست يعني اللي هو الطبيب النفساني، ادعو طبيب سايكولوجيست طبيب اجتماعي، ثم ادعو بعض الاهالي من اصيب ابنائهم بقصه المخدرات، اما ماتوا واما يعانون، ثم أدعو بعض الطلبة الطلاب والطالبات يلي دخلوا في هذا مثلا المجال وخرجوا منه سالمين، ثم من لم يدخل. وبالنهاية أنا أتحدث كإمام يعني باختصار شديد عن هذه الأمور، فضروري جدا التوعية حتى نقف النزيف، وهذا يتطلب جهد كبير جدا جدا. المخدرات يعني قضية مصيرية، من دخل بها من أبنائنا دمرت حياته ومستقبله إلا من رحم الله. في حدا اجى تابع معكم وعملتوا هالدورات او انتم حاولتوا تساعدوه فعلا اتعالج من المخدرات؟ يعني في قصص هيك تبشر بالخير؟ طبعا نحن بمساعده جمعيات امريكيه وبمساعده يعني اهل الخير حتى يعني ماديا ومعنويا، والجمعيات الامريكيه متخصصه بهذا الامر، يعني كثير من المصابين يعني قدر الله لهم يعني إما أن يخرجوا منها 100% أو على الأقل يعني 60%. أنا ما يعني أكون معك صريح، ما زال بعضهم يعانون حتى الآن، 3 سنوات مضت وما زال بعضهم يعني يعانين، لكن في طريق التحسن وفي طريق يعني. طيب خليني أقرأ لك كمان. لميس بتقول 100% أنا بلشت مع ابني من عمر 8 سنوات فهمه عن مخاطر المخدرات والدخان، ربنا يحمي أولادنا جميعاً. حبيبة بتقول مع الأسف من سنة قتل شاب عمره 21 سنة جراء المتاجرة بالمواد، وبعد مشاجرة مع أفراد المخدرات اختلفوا بينهم ومن ثم قتل. يعني هذا مو بس كمان إنه عم يتعاطى، كمان عم يتاجر وانقتل بسبب تجارة المخدرات. ميادة بتقول انشغال الأهالي بالعمل ليلا ونهارا لجني المال تسديد المصاريف والفواتير هذا سبب من الأسباب برأي المتواضع، لا حدا فاضي يتابع أولاده للأسف الشديد.
تعرف انت يعني حضرتك ذكرت يعني نقطة كتير مهمة، هي الخجل عنا بالجالية، الخجل انه هي ما بدنا حدا يدرى، ما بدنا حدا يعرف انه ابني او بنتي بيتعاطوا، التكتم او الخوف بانه ياخذوهم ويروحوا حتى يعني يساعدوهم، قديش هذا هو عم يضر البنت او الصبي بهذا الشيء. طيب انا بدي اسألك سؤال، يا ترى لما الشاب أو الصبية بيقدموا على الزواج وبيكونوا بيتعاطوا المخدرات، هل يا ترى بيكونوا صريحين مع الطرف الثاني؟ أنا طرحت السؤال الثالث بالاستفتاء، خلينا نناقشه مع بعض. طرحت السؤال وسألت، وبصراحة في حال زواج ابنك أو ابنتك وكانوا من متعاطين المخدرات، فهل تخبر أهل الطرف الثاني بذلك؟ هذا السؤال الثالث. فجاوبوا نعم 71%، لا 29%. فعندنا 71% قالوا نعم بيخبروا، لكن لا 29%. أنا بدي أحكي عن 29% يلي جاوبوا لا نحن ما منخبر. احكي لي من خلال تعاملك مع الجالية العربية، هل صادفتك هيك أمور؟ يعني طبعا يا أستاذ وفاء صادفتني، يعني ويعني يحز في نفسي وقلبي أن أقول بصراحة، لا أكثرهم لا يعني يعترفون ويتحدثون بهذا الأمر. وتعني دعيني أعطيك مثلا بس قصة أو قصتين. بس بداية أنا أتفق مع السيدة الآنسة التي قالت أنه انشغال الأب والأم عن أولادهم بالتسديد الفواتير وكذا، هذا الأمر يعني ما عاد ينتبهوا لأبنائهم، هذا صحيح 100%، انشغالهم عن أبنائهم هذه مصيبة وكارثة. نعود للسؤال الأخير. يعني أنا كمان بحكم عملي أنا عندي إجازة مأذون شرعي، يعني أجري عقود زواج وعقود طلاق تماما. وحصل معي شخصيا أنه عقدت عقد قران شخص، أو دعني أقول أكثر من شخص، وتبين بعد الزواج أنه يتعاطى، وأهله على علم أنه يتعاطى لكن كتموا الأمر لم يقولوا. حادثة أخرى، تقدم وصار القبول بينه وبين الفتاة، تبين أن البنت تتعاطى فاكتشف أمرها أثناء فترة الخطبة. ايوه حادثة ثالثة، كمان تبين أن الشاب يتعاطى لكن كمان قبل عقد الزواج اكتشف الأمر. الغريب في موضوع الحادثة الثانية الثالثة أنه البنت وافقت، قالت لا لو يتعاطى. طلعت البنت أيضا لها أسبقية في الأمر. وليست الضرورة كل الحالات هكذا، لا هذه حالات نادرة. لكن أنا أقول أن مع احترامي للذين قالوا 70% يجب أن نخبر، لكن مع الأسف أبنائهم إذا تم القبول ما بيتكلموا عن هذا الوضع أبدا. أنا نفسي عملت حالتين، يعني عقدين طلاق عقدين على الأقل تنتين، السنة اللي من الآن السنة اللي فاتت تبين أنه هذا الشاب يتعاطى لعمله بعد الزواج لكثرة المشاكل. وعلى فكرة في عائلة طلبت من العريس الزوج يعمل ما يسمى دراج تيست العقد، فكان ردة فعل الأم إنه هذا اتهام لابني، والأم للعريس، العريس ما عنده مشكلة قال لا هذه اتهام لابني، ما بسمح لكم تقولوا هذا الكلام، فسكرت الموضوع تماما. فأنا يعني تفكست الشوازة مشان هذا الطلب. أنا أشجعني وأطلب إذا كان في شك في الأمر، وهذا حق، يعني انه المخدرات يعني قضية ما هي سهلة ابدا ابدا. بدي أسألك، بالحالات اللي حضرتك ذكرتها كان في أولاد؟ لا الحالتين ما فيهم اولاد الحمد لله، كان في بداية الامر. على فكرة حتى الان عندنا حالات يعني ياتوا للاصلاح كل فترة، مارج كانسلينج، هو وهي ياتوا للعلاج، يعدنا ان يقف، ثم عندهم اولاد ثم لا يقف، ثم المرأة تتحمل مثلا أو إذا كانت هي تتعاطى، يعني فتزال هذه الأزمة وهذا البين، الألم مستمر.
طب طيب هل أنا بحترم الحالة اللي حضرتك حكيتها إنه هو حكى قبل الزواج وهي وافقت، فهون هو كان صادق وقال إنه أنا بتعاطى وهي وافقت على هالشي، هذا أفضل ما إنه يخبوا، لأنه للأسف في لسه بعض العقليات اللي بتقول إنه طيب أنا ابني بتعاطى بكرة بجوزه تجي هي بتعقله أو إنه بينصلح حاله، وكأنه يعني هالبنت المسكينة هي جاية بشان تربي من أول وجديد أو تصلح ما أفسده الدهر مثل ما بيقولوا. خليني إلك بس السيد رائد بيقول لك، هذا بيقول لك أهم سؤال، هل القانون، أهم سؤال، هل القانون يساعد أو لا يساعد على علاج المدمنون؟ القانون في 33 ولاية، بس ما بقدر أنا أشوف منيح الكومنت، إذا السيد حسين بحط لي على الشاشة بليز، يسمح للآباء والأمهات بالتدخل. شكراً. أوكي، أهم سؤال، هل القانون يساعد أو لا يساعد على علاج المدمنون؟ القانون في 33 ولاية يسمح للآباء والأمهات بالتدخل وإدخال ابنهم للعلاج، ولكن بعض الولايات الموجودة فيها جاليتنا لا تخضع لهذا القانون. برأيك كيف ممكن نقنع صناع القرار بإعطاء الأمهات والآباء الحق بالتدخل؟ هل في قوانين بتمنع إنه الآباء والأمهات يتدخلوا إذا كانوا أولادهم بيتعاطوا؟ صحيح 100%، وخاصة إذا كانوا فوق سن 18. يعني في كثير آباء وأمهات حاولوا يعني يجبروا أبنائهم إما مثلا للسفر، إذا هو مثلا من مصر سافر لمصر، من سوريا يعود لسوريا ابنه، من كذا، لا يستطيع فعل ذلك إذا لم يقبل يعني الطفل أو الابن بهذا أو البنت في ولاية. لكن هناك منظمات في نفس البلد يعني بالحوار مع الأبناء، إذا وافق ممكن يعملوا له سكن للمدمن، عمل، ما سموه يعني ريزيدنشي، سكن ودراسة. فهذه جمعيات مخصصة لهذا الأمر طبعا، وهذا مع الأسف يعني موجود. لكن برضه في جمعيات كثيرة ممكن تدخل من خلال العمل الإنساني لمساعدة المدمنين. وكان في فقرة هذا اللي ذكرتي، انه هو كويس انه اعترف قبل الزواج قبل منها. هو لم يعترف يا سيدتي الفاضلة، هو كشف امره ايوه ما اعترف، وغالبا ما بيعترفوا. ايوه واعد اذكر يعني جاليتنا الكريمة، في بميتشيغن جمعية حتى عربية تساعد المدمنين وتخرجهم من حالتهم، هي جمعية يعني دينية للجالية العربية، وتساعد أيضا غير العرب. فهذه يعني أوجدت نشاط كبير وفعالية جيدة. لكن المهم الأهالي، هو ابتلاء، الله لا يبلينا بهذا الأمر لأبنائنا. لأنه سيدتي لما إنسان يتقدم يتزوج من أحد هو مدمن، يعني هذا مستقبله، حط مستقبل بنتهم على خطر كبير، لا تدري ماذا يحدث في يوم من الأيام. مو ممكن بس خطر بس فيه كمان للعيلة الجاية لأولاده، يعني هو حيهدم عيلة كمان مو بس إنه البنت. ضيا بتقول مساء الخير، والله لا الأم ولا الأب قادر يعمل شيء مع هالجيل الطالع، يعني أنا شوف بداية الحلقة قلت لأختنا الكريمة، ادرسوا المجتمع الأمريكي. ما بتحسن تعملي شيء مع ابنك، لأن نحن إذا كنت ما بتعرفي كيفيات البيئة الأمريكية، يعني اجعلي من نفسك كأنك يعني ولدتي وعشتي وتعلمتي هذا المجتمع. شوفي الأمريكان أحيانا ناجحين في تربية أبنائهم، ليس في الضرورة 100%، لكن ندخل على مطعم، ندخل على مكان، بتلاقيهم يعني نوعا ما ملتزمين، منتصبين في هذا الأمر. لذلك يعني يدرس المجتمع الأمريكي، فممكن يتعامل مع الأولاد بنسبة جيدة أكثر في أكثر. بعض العائلات للأسف منغلقين على نفسهم، يعني بيقولوا لك خلاص أنا علي من بيتي وبس، أنا ما دخلني ببرا، لكن نحن عايشين هون ولازم نندمج مع هذا المجتمع ونعرف شو عم يصير برا لحتى نقدر يعني نتعامل مع اللي عم يصير عنا جوا. خليني أقرأ لك كمان بعض التعليقات. رائد بيقول مع الأسف لا زالت جاليتنا العربية
بعيدة عن مسؤوليتها بمساعدة المدمنين. ما هي بنظرك الطرق الجماعية للحد من هذا النزيف؟ طبعا هي آخر سؤال أنا حأطرحه عليك قبل ما أنتقل للنقطة اللي بعدها. بيسألك شو نصائحك، يعني إحنا هون كجالية عربية كمنظمات نعمله لحتى نوقف هذا النزيف؟ شوف يا سيدتي، هذا كان تحدث شوي بشفافيه ووضوح. نحن غالبا كجاليه عربيه، دعينا نقول يعني مننا المتدين ملتزم ومننا الغير الملتزم. الملتزمين دينيا سواء كانوا مسلمين ام مسيحيين، بتلاقي يجمعون المال الكثير لبناء المساجد مثلا او الكنائس او لبناء دور العباده. طيب يعني أين جمع المال الكثير لنشاطات وللأكتيفيتيز للشباب لهذه الجالية؟ يعني يهتمون، أنا بحكي عن الملتزمين، نهتم بكل دور العبادة وأمور العبادة وبنشاطات العبادة وننفق عليها الآلاف ولعلنا الملايين. يعني في مساجد عنا كلفت ملايين الدولارات، عارفة كيف؟ مع أنه نستطيع أن نصلي، لا نستطيع أن نصلي في أي مكان. يعني طيب لماذا لا نقوم بحملة تبرع كبيرة وإيجاد جمعية مختصة فقط في أمور الشباب، في نشاطهم، في دراستهم، في دينهم، بعدين في 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 أعمالهم، حتى في البزنس وايز، يعني في أعمالهم التجارية أو غير التجارية، ثم في حمايتهم من خطر هذا المجتمع. وإذا يعني تورطوا في هذا الأمر كيف يكون سبيل الخروج؟ كل هذا الأمر مكلف، فعلينا أن نجمع، أنا رأيي أن تكون منظمة عربية تعمل لجمع المال الكثير وتكون ثقة. يعني مو شرط يكون كله فقط عرب، ممكن يكون معانا يعني في هذه الجمعية، وأنا جربتها ونجحت فترة من الفترات، حتى أمريكان مختصين، مثلا قائد في الشرطة شيرف يكون معانا، معالج مثلا من مؤسسات حكومية أمريكية، خبير في معالجة المدمنين، وتأتي الجالية تستضيفهم وحتى تعينهم ولو برواتب، فنستطيع أن نخدم الجالية أو نستطيع أن يعني نعطي يد العون لمن ابتلي بهذا الأمر. فأقول أن تكون جمعية ويجمع التبرع لهذا الأمر، فبالتالي نستطيع أن نتقدم، وإلا سنبقى مقصرين جداً جداً جداً. وأنا بضم صوتي لصوتك، وبتمنى فعلاً أنه يعني تتاخذ هالنقطة بعين الاعتبار، يعني أنه بدالها أني هلأ الحمد لله صار في مساجد كتير، صار في دور عبادة، في كنائس، يا ريت يلتفتوا هلأ بالنسبة لأولادنا، للشباب، للصبايا، لهذا الجيل، يكون في لهم نشاطات، يكون في لهم دور للعلاج كمان ولمساعدتهم. لأنه بصراحة يعني الأهل، يعني مثل ما بقولهم بالتعليقات، وصلنا لمرحلة الأهل عم يوقفوا مكتوفي الأيدي، يعني مربطة إيديهم، ما فيهم يعملوا شيء، بيقول لك خلص، يعني طلع الأمر من تحت إيدينا. نحن بحاجة لناس إنه يساعدونا، ناس يكونوا مختصين، سواء أهل دين أو سواء أهل علم، وأنا بضم صوتي لصوتك، وفي كتير هون عم يأيدوك بهذا الشيء. طيب خليني انتقل بقى للنقطة الأخيرة يلي هي عن المشاكل الزوجية. حكيت لنا حضرتك بالبداية إنه في مشاكل زوجية عم بتصادف الجالية العربية، منها مثلاً المشاكل مع الأبناء، وفي مشاكل تانية بدنا لسه حلقات كتيرة لحتى نحكي فيها. لكن في نقطة أنا حابة أطرحها بالنهاية، نهاية اللقاء معك، لأنه انطلب مني كتير أحكي من بهذا الموضوع، هو السؤال الرابع والأخير يلي طرحته على متابعينا. عندما يقع الطلاق في المحاكم الأمريكية فهو أيضاً يقع شرعاً؟ نعم 56%، لا 44%. النسبة الكبيرة قالوا نعم. بما أنه حضرتك أنت شيخ وإمام، حابين بس نعرف منك الرأي الشرعي لما واحد بيروح بيطلق مرته بيوقع الوراق وأنه هن اتطلقوا بالمحكمة الأمريكية وصدر الطلاق، هل معناتها هو اتطلقوا شرعاً نعم أو لا؟ لأنه في أحياناً مثلا رجل بيقول انا طلقتك بالامريكي لكن انا ما طلقتك شرعي ورح خليكي هيك، وانت يعني مثل ما بيقولوا معلقه، يعني لا هي متزوجه ولا هي مطلقه، فما راي الشرع بهذا الكلام؟ بدايه يا سيدتي، انا اتفق مع العدد الكبير وهذا يقع شرعا واليك الادله.
طبعا في 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 خلاف في مسألة خلافية مع الأسف، بعض الأئمة عندنا يقول لا، لابد من الرجل أن يتلفظ في موضوع الطلاق. لكن سأسألك سؤال، حضرتك عايشة في أمريكا، لو أنني عقده لو أنك عملتي عقد زواج مش طلاق، زواج، هل يعتبر زواج في المسجد أو شرعا أو في الكنيسة، هل يعتبر زواج قانوني في أمريكا إذا لم توثقيه في المحكمة؟ لا طبعا لازم يتوثق بالمحكمة. مستحيل، ولا يعتبر زواج إذا لم يوثق في المحكمة، ومثله الطلاق. هل نحن ممنوع، نحن لا يسمح لنا كأئمة مساجد أو كقسيسين في كنائس أو غير الأديان أن نجري أي عقد زواج أو أي عقد طلاق قبل الرجوع إلى المحكمة؟ يعني بيجي لعندي على المسجد شاب وفتاة أرادوا الزواج، أول شيء أقول لهم اذهبوا للمحكمة جيبوا الإذن أو ما يسمى بمارج سيرتيفيكيت أو ريسيت وصل، فلما يأتوا بها أنا أملأ لهم الاستمارة وأعمل لهم السيرموني يعني الاحتفال في هذا الموضوع وأوثق هذا الأمر. لذلك من طلق القضاء، يعني من طلقه القضاء هو وزوجه أو زوجته، فهذا الطلاق نافذ شرعا، ما يقضيه القاضي غير المسلم على جماعة المسلمين نافذ شرعا ما لم يكن محرم. القانون في بلدنا هذا في أمريكا هنا لا يأمرنا أن نفعل مثلا، لا يجبرك على فعل الحرام أن اشرب الخمر، لا، حتى إذا شرب الخمر وساء العربية في عنده مشكلة كبيرة جدا. فإذا لا يعتمد لا زواج ولا طلاق إلا في الرجوع إلى القاضي. أعطيك هذه القصة، بلغني نحن أولا يعني مثلا لا سلطة لنا في القضاء والقانون، القانون لا يأمرك أن تمشي بسرعة فوق السبيد ليميت، نحن ليس لنا سلطة لك إذا بتمشي فوق السبيد ليميت عندك أنت مشكلة، القانون ممكن يعمل لك مشكلة، أما نحن كدعاة لا نستطيع. أخت تطلقت في المحكمة هي وزوجها، تمام؟ هلأ بعد فترة راحوا لإمام المسجد قال له يا شيخ أنا لم أرمي عليها اليمين، ما طلقتها، قال له تعتبر زوجتك، فصارت معها ورقة طلاق وقضت ثلاث شهور ورجل يتبعها من مكان لمكان بسموه يعني harassing her، أنت زوجتي. بعدين كلمت البوليس مرتين ثلاث قالت له هذا يعني ما بعرفه ولسه بيعملوا له restraining order، لم يرعوي، ما انتظر، ما زال انت زوجتي وما زلتي زوجتي، والامام قال له نعم هي زوجتك، فراحت رفعت دعوه على مين؟ على الامام. ايوه رفعت دعوه على الامام. تخيلي لما صار الدعوه فقلت له للقاضي شو صار، فالقاضي بيقول له شو بتقول؟ قالت هذا الامام الكوميونتي ليدر بيقول انا مالي مطلقه، فقال له القاضي اسمع يا هذا، هذه المره لحذرك تحذير، ثاني مرة بحطك بالسجن، أنا طلقتها وأنا طلقت ووقعت ورقة طلاق، Who are you؟ من أنت؟ حتى تقول هي مو مطلقة. فالقانون فوق الجميع، والقانون له اليد الكبرى، فكيف أنا بدي أشوف إنه هذا القانون يعني وأخالفه وبعد كل هذه الأمر؟ لحلفت انتباهك لأمر جدا دقيق، لما نحن أخذنا الفيزا وجئنا لأمريكا وقعنا على كل شيء، ماذا يعني توقيع على الفيزا؟ توقيع أنه أنت موافق على جميع القانون المدني كقانون السير، قانون الأحوال الشخصية، قانون البناء، قانون الأجار، أنت وقعت من ضمنها قانون الزواج والطلاق. العصمة في أمريكا بيد الزوجين. لما جئت أمريكا أنت عارف، لأنه من الذي يتقدم إلى الطلاق؟ فالطلاق نافذ سواء كان الزوجة أم الزوج، ما عندنا محكمة شرعية هون القاضي يقول لا لن أجلي الطلاق بدي أكون تتفاهموا، هنا أكثر شيء بلاك 6 أشهر 7 أشهر حتى يعطي النتيجة، لكن إحنا ما عندنا محاكم شرعية، من يلوم المحكمة الشرعية والقاضي الشرعي؟ الإمام الحاذق الذي يعلم. أيوة أنا بس دي أعتذر منك لأنه انتهى الوقت وتجاوزنا حتى طبعا متابعينا الشيخ عزيز
عطى الفتوى. طبعا هي راجعه لكم يلي بحب كمان يسال، يلي بحب يراجع الجامع يلي جنب بيته او الجامع اللي هو بيروح عليه، يعني هي بتبقى راجعه لكم. لكن الشيخ عزيز هون هو فتانا اياها. انا في الختام حابه اتشكرك كثير على قبول استضافتنا، بتمنى لك كل التوفيق. شكرا كثير. شكرا لكم ورعاكم الله. الله اهلا يبارك. وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. متابعينا خلينا ننتقل للفقرة اللي بعدها، فقرة الأمثال. فقرة الأمثال رح أقلكم مثل على السريع لأنه داهمنا الوقت. في مثل بيقولوا، هو مشهور كتير بسوريا، بيقولوا السبعة وذمتها. يعني بما معناه انه يعني وحده عامله السبعه وذمتها، شو يعني؟ يعني هي بيطلق على الانسان بتكون سيئه السمعه، يعني كل شيء عاملته بحياتها سيء، فبيقولوا عامله السبعه وذمتها. طيب شو قصه هالمثل؟ هو على فكره لفظه غلط، وهلا بتعرفوا ليش من خلال القصه. بيقولوا من زمان بسوريا ايام الحاكم العثماني مدحت باشا، كان في بشام بحي الانوات خياطه اسمها مرفت. هاي الخياطه كانت شاطره كثير، وبأيام هذا الحاكم كان عم يعمل تصليحات، فمن خلال هاي الإصلاحات كان سمح بأنه يعني بوجود صور تيجي من أوروبا لموديلات الفساتين والبلايز وهالأشياء هاي. فوقتها كان دارج موضة الأبة السبعة، فهي الخياطة مرفت كانت شاطرة وقدرت تتعلم خياطة الأبة السبعة وصارت تعلمها لغيرها من الخياطات. لكن بعد فترة هاي الموضة راحت بطلت، بعدين طلعت موضة تانية هي الأبة السبعة لكن مزمومة، بس هاي الخياطة مرفت قدرت بأنه تتعلمها وكانت شاطرة فيها. فكانوا الناس يجوا من مسافات بعيدة ويسألوا هل خياطة شاطرة، فيقولوا لهم إيه تعمل السبعة وزمتها، زمتها بالزال وليس بالذال، فالقصد هي الأبة السبعة وزمتها. ومن هون إجا هذا المثل. خلونا ننتقل هلأ للفقرة الأخيرة لليوم. فقرتنا الأخيرة هي عن برج الجدي. مواليد هذا البرج ما بين 22 ديسمبر ل 20 من شهر يناير، ويعتبر هذا البرج من الأبراج الترابية. يتوافق مواليد هذا البرج مع مواليد برج السرطان والعذراء والثور، ولا يتوافق مع مواليد برج الميزان. مواليد هذا البرج يتميزون دائماً بأنهم شخصية استقلالية لا يتخلون عنها أبداً، لا يحبون تدخل أي أحد بهم وبحياتهم العملية أو العائلية، يحبون العائلة والاستقرار، يملكون الصبر الشديد، دقيقين جداً في المواعيد، وهم ملتزمون إلى أقصى حد بالعمل. يغلب على شخصية هذا البرج الملل والروتين، يميلون إلى العزلة والانطواء، يتمتعون بغرور كبير ولا يتقبلون سماع آراء الآخرين. صفات شخصية رجل برج الجدي: يتمتع رجل هذا البرج بشخصية غامضة، لا يحب المجتمعات الكبيرة بل يختار أصدقاء يشبهونه، دقيق في حياته، يعطي الأولوية في حياته لمصالحه الشخصية، طموح جاد في عمله، يسعى دائماً للتفوق فيه. يتميز رجل مواليد هذا البرج بالأعمال القيادية، ويتمتعون بالصبر والطموح العالي، بالإضافة للإخلاص المتصف بتقدير المسؤولية. عيوب شخصية في رجل برج الجدي: من عيوبه قلة المرح، حيث يغلب عليه طابع الجدية بكامل ظروف الحياة، وهو من الشخصيات الانطوائية التي تميل للعزلة، وتفضل البقاء في مكان هادئ بعيد عن الناس والمناسبات، يتصف بالديكتاتورية وقلة الثقة بالآخرين والغرور الشديد، متقلب المزاج، يحب ذاته جدا، كلامه لاذع، انتقاده جارح، عنيد كثير الشك، ذو شخصية حساسة، لا يستطيع أن يغفر لمن يخطئ في حقه أو ممن يسخر منه، محب للمال ويرى فيه مصدر قوة، لذلك قد يتسم بالبخل في بعض الأحيان. مع
نصيحة للمرأة يلي مرتبطة برجل من برج الجدي، تعاملي معه بجدية، خوضي في مناقشات مثيرة، وأظهري ذكائك، تجنبي اللعب بعواطفه، ادعميه في عمله، وكوني متفهمة، كوني صبورة، لأنه سيأخذ وقتا طويلا حتى يقوم بالإفصاح عن مشاعره. بداخله رجل رومانسي يبحث عن الاستقرار في العلاقة العاطفية. فإذا كنت تبحثين عن علاقة مستقرة طويلة الأمد أو شريك مستقر عاطفيا، فرجل الجدي هو الشخص الأمثل والمناسب لك. صفات أنثى برج الجدي: هي أنثى تعيش على مبدأ العين بالعين، فهي تقوم بأخذ حقها بيده في حالة الغضب الشديد، وتحقق العدالة بنفسها دون أي رحمة. تتحمل المسؤولية، مرهفة الحس والمشاعر، وفية في حبها، تقدم الكثير من التضحيات في علاقاتها العاطفية، معتدة بكرامتها، تستطيع إنجاز أكثر من مهمة في وقت واحد، واثقة من نفسها، تتحمل الصعاب لتحقيق أهدافها، ولا تسمح لأحد أن يمنعها من تحقيق أحلامها. عيوب شخصية أنثى برج الجدي: عنيدة، ترفض الاعتماد على أي شخص آخر غير نفسها، مسيطرة، وتحب التحكم في حياة من حولها، لديها إيمان قوي بأنها الوحيدة القادرة على حل جميع الصعوبات، حساسة لدرجة كبيرة، فعندما تنزعج تتصرف مثل الأطفال وتبدأ بالبكاء، بحيث ترغب أن تسير الأمور كما تشاء ووفق قواعدها وقوانينها. كثيرة الشك بالمحيطين بها، مزاجية، بحيث يتقلب مزاجها بشكل غريب وغير مفهوم. نصيحة للرجل مرتبط بأنثى برج الجدي: تفضل أنثى برج الجدي الرجل الذي يتمتع بروح المغامرة، فهي لا تنسجم أو تتوافق مع الرجل الهادئ الخجول، تميل للرجل الذي يقدر ما لديها من صفات. ولكي تفوز بقلبه، عليك أن تتحلى بالهدوء الشديد لتتمكن من امتصاص غضبه، ولا تحاول السيطرة عليها لأنك ستخسرها للأبد. احترمها وعاملها بلطف وتهذيب، ولا تكذب عليها أبدا، فالكذب عندها من كبائر الأمور. ولا تخبر أبدا لمن يكذب عليها، بل تريد دائما أن تظهر لها الحقيقة كما هي بدون زيادة أو نقصان. هاي هي كانت صفات برج الجدي لليوم. اكتبوا لنا بالتعليقات إذا طابقت عليكم أو لا، وإذا طابقت قديش النسبة. هاي كانت حلقتنا لليوم، بتمنى بأنها نالت رضاكم. بتمنى منكم تعملوا شير للحلقة وتتابعونا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيسبوك أو يوتيوب أو تيك توك أو انستغرام أو تويتر. إلكم مني أطيب التمنيات، وتصبحوا على ألف خير، وبشوفكم يوم الخميس القادم.